الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الاربعاء 20/12/23. كل سنه وانتم طيبين. بكره يبتدي فصل الشتاء، خدوا بالكم لان الارصاد بتحذر من موجات من الصقيع، يعني ممكن بكره، وفي ظواهر جويه ممكن يحصل تقلبات مفاجئه في الجو. فمن فضلكم اللي يخرج وهو عامل حسابه انه يقعد بره البيت لاكتر من الساعه 4 بعد الظهر لازم يكون معاه لبس تقيل. دلوقتي البرد بقى خطر، بقى فيه يعني ما بقاش زي زمان يومين وانت تاخد على رجلك كده دور الانفلونزا، لا. فمن فضلك خد بالك، ومن فضلك خدي بالك، وخصوصا الاولاد والمدارس، بس ما تكبلهمش ببلوفرات وجاكيتات يلعبوا بيها في الفسحه فيعرقوا فيعيوا. فناخد بالنا من فضلكم. عايز اكلمكم عن تطور في موضوع غزه. احنا امبارح كنا بنرصد مع بعض مع الدكتور شريف امير، حقيقه دكتور عظيم وآراءه وتحليلاته قويه جدا، وانا اول مره اتشرف بيه الحقيقه، وهو استاذ علوم سياسيه في اكتر من جامعه في فرنسا، بيدرس في باريس 8، وهو واخد الدكتوراه في القانون الدولي من السوربون، عمل دراسات في العبري وفي المجتمع اليهودي وعنده درايه كبيره. والحقيقه بهرنا لما قال انه اللي بيحصل هيسفر عن مزيد من اضعاف الامبراطوريه الامريكيه، وانه مش بعيد ابدا انه اسرائيل، لانها بترى زي ما قال دكتور شريف امبارح انه الامريكان والاوروبيين مش اصدقاء، دول مسخرين للدوله اليهوديه العظمى، دي الاصوليه اليهوديه يعني. فكان برضو ليه تصور اتناقشنا فيه بعد ما خلصنا الفقرة، انه وارد جدا ان اسرائيل هي اللي تدمر امريكا من الداخل، يعني تتهم امريكا انها ما ساعدتهاش كفاية، وتبتدي تستخدم اللوبي الصهيوني اللي متجذر في السياسة وفي المجالس النيابية في الكونجرس بغرفتيه وفي مجتمع المال والاعمال في نيويورك وفي كل امريكا، لتدمير امريكا عقابا ليها على انها ما ساعدتش اسرائيل كفايه في حربها ضد الفلسطينيين في غزه في 2023. ويقدروا يعملوا كده بالمناسبه. انت دلوقتي المشكله انك بتتبنى وجهه نظر ابديه، يعني blind point of view، انت باصص من حتة وانت اعمى، ما عندكش استعداد تشوف اي حاجة غير امن اسرائيل واللي عايزاه اسرائيل، وتحت امرك يا اسرائيل، وموتي يا اسرائيل، وولعي يا اسرائيل، وخربي يا اسرائيل، ونداري على اسرائيل. ولما اتكشفت اللعبة وبدأت الناس تشوف فيديوهات من غزة وتصدقها وتكذب اعلامك واعلام اسرائيل، فبدأت تتراجع وتتكلم عن حقوق المدنيين، لانه ده عمل لك مشاكل مع الامريكان اللي مش من اصل يهودي، اللي هم شايفين اللي الاعتداء على الابرياء، تدمير البنية التحتية، تدمير المدارس، الاعتداء على الكنائس، الاعتداء على الجوامع، الاعتداء على المنازل اللي الاطفال عايشين فيها امنين، يبقوا يغمضوا عينيهم نايمين يفتحوا عينيهم على ركام وخراب. كم الانفجارات والقنابل ارض جو او جو ارض عفوا الغبيه اللي هي بيسموها القنابل الغبيه، اللي هي مش محدده، مش بوينتد، مش رايحه لهدف محدد. 45% من القنابل اللي انت بتستخدمها غبيه. وبالتالي طالت اسرائيل اتهامات كتير. اسرائيل ما زالت متعجرفه طبعا، وشايفه ان مناخيرها هي الاهم، وان اللي هي عايزاه هو اللي ممكن يحصل. ولذلك رغم تحول وجهة نظر عدد من الدول، خصوصا الدول الدائمة العضوية اللي هما الخمس دول اللي في مجلس الأمن اللي بيناقش دلوقتي وأنا بكلم حضراتكم قرار جديد من المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن لوقف إطلاق النار. بنيامين نتنياهو بيستبق وبيدي تصريح ما فيش حاجة اسمها وقف إطلاق النار. أمريكا امبارح كان في اتصال، انا قلت لحضراتكم، بين انتوني بلينكن وسامح شكري
بيتحدثوا فيه عن اتفاقهم مع بعض على عدم تهجير الفلسطينيين، وده ضد المخطط الإسرائيلي. أمريكا بدأت تتكلم على حقوق المدنيين وعلى إنه اللي بيحصل ده لابد إنه هو ينتهي، ولازم يكون في جدول زمني للحرب. بريطانيا، وزير خارجية بريطانيا جاي بكرة بالمناسبة، وهيبقى في مباحثات على مستوى وزراء الخارجية مصر وبريطانيا لوقف هذه المهزلة. ألمانيا نفس الحكاية، تتبنى بشكل قوي جدا قرار لوقف إطلاق النار. النهاردة أمريكا بتقول نأمل في التوصل من خلال مجلس الأمن على القرار الحالي لبيئة تنقذ المدنيين، حاجة شبه كده يعني، مش عارف يمكن يجي في الأخبار، بس مش عايز أقول مصطلحات غير اللي اتقالت، لكن في الآخر يعني هي مش عايزة تزعل إسرائيل فبتستخدم كلمات على المحك، لكن الفحوى بتاع الكلام إيه؟ إن إحنا نرحم المدنيين اللي بيموتوا في قطاع غزة. وانتوا طبعا عارفين من امبارح إنه النهاردة في وفد من حماس في مصر، مصر عاملة اتصالات عظيمة الحقيقة. يعني أنا بشكر ربنا أولا وأخيرا، قبل ما أشكر سيادة الرئيس، وقبل ما أشكر الدبلوماسية الخارجية بتاعتنا وزارة الخارجية العظيمة، وقبل ما أشكر الجهود والاتصالات شديدة التكثيف اللي بتتعمل في مصر عشان خاطر إخواتنا الفلسطينيين، لكن بشكر ربنا إن إحنا يا رب 24 تيجي علينا وإحنا واصلين لشيء مختلف وأقل خرابا وأكثر أمنا، أقل قتلا وأكثر حياة، أقل كآبة وأكثر سعادة، أقل خوف وقلق على المستقبل وأكثر أمن وطمأنينة على القادم. النهاردة هيكون معانا الأستاذ محمد فتحي الشريف، رئيس مركز العرب للدراسات السياسية. هنتكلم عن منتدى عربي روسي بيعقد في المغرب النهاردة، وبيشارك فيه سيادة الوزير سامح شكري وزير خارجية المصري، لتعزيز التعاون سياسيا واقتصاديا بين روسيا والعرب. ولاحظوا ان قضية امريكا خسرانة ليه، برضو كنت عايز اقول لكم الحتة ديت، امريكا خسرانة في موضوع مجلس الامن ليه، لانه ادي موقف بريطانيا وموقف المانيا، وعندك فرنسا كمان برضو وزير خارجيتها متبني قرار لوقف اطلاق النار، وعندك روسيا والصين مع الفلسطينيين، فالموضوع خطر وخطر كبير. هي عندنا كمان فقرة لطيفة جدا عن مستشار قبطي قدر يحصل على درجة الماجستير في مجال قوانين وعقود البترول والغاز، وده موضوع طبعا لطيف جدا لانه من بريطانيا، من جامعة إبردن في المملكة المتحدة، وهيكون منورنا النهاردة المستشار ماهر عدلي سليمان بؤطر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عشان نتكلم عن الماجستير ده وممكن يفيد مصر إزاي. تعالوا ندخل في أخبارنا ونبدأها بتلقي السيد الرئيس مزيد من التهاني بفترة رئاسية جديدة وفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الأخيرة. النهاردة تلقى السيد الرئيس اتصال هاتفي من نظيره التركي رجب طيب أردوغان لتهنئته على فوزه بولاية رئاسية جديدة، في لفتة طيبة ثمنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي إطار تهنئات متوالية تلقى الرئيس أيضا تهنئة هاتفية من أمير قطر تميم بن حمد، اللي بيؤكد حرص بلاده على استمرار العمل المشترك ما يعود بالخير على البلدين والشعبين. والرئيس يثمن أيضا لفتته الكريمة ويؤكد مواصلة العمل بين مصر وقطر والقاهرة والدوحة على تواصل دائم الحمد لله في هذه الأوقات. كمان تلقى الرئيس اتصال للتهنئة من نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد اللي أكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون بين مصر والعراق. رئيس الوزراء الياباني فوميو كوتشيدا وجه رسالة تهنئة للسيد الرئيس بفوزه بولاية جديدة، وتطرق في رسالته لأهمية دور مصر في استقرار منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالكامل. أيضا سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر يهنئ الرئيس السيسي ويؤكد أن الانتخابات الرئاسية نقطة مهمة لمواصلة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر. نروح أيضا لقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اللي وجه النهاردة
قبل العظة الأسبوعية، عظة الأربعاء، وجه التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة فوز بولاية رئاسية جديدة، وأكد أن قيادة الرئيس لمصر متزنة وحكيمة وصاحبة إنجازات، وأن الرئيس لديه أحلام وتطلعات كبيرة لمصر. ووجه التحية والشكر للمرشحين الثلاثة اللي خاضوا الانتخابات، وأكد أن مشهد الانتخابات كان مشهد مفرح وتم بصورة جميلة ومشاركة واسعة وحضور حضاري للشعب المصري كله، يعبر عن مدى الاستقرار اللي بتعيشه مصر والحمد لله. تعالوا نشوف المقطع ده ونرجع مع حضراتكم. أحب أن أنا أشكر ربنا على تمام وكمال الانتخابات الرئاسية التي تمت خلال الأسابيع الماضية بهذه الصورة الجميلة وبهذه المشاركة الواسعة وبهذا الحضور الحضاري للشعب المصري كله بكل فئاته، بالشباب بالرجال بالنساء، حتى ذوي الهمم في كل مناطق مصر دون استثناء، بمسلميه ومسيحييه، بالصورة الجميلة اللي ظهر فيها هذا العرس بيسموه العرس الانتخابي. والحقيقة مشهد جميل خالص يعبر عن مدى الاستقرار اللي موجودة في مصر، والنعمة نعمة الله اللي عطيها لنا في مصر باستقرار البلد. انتوا شايفين حوالينا من كل ناحية حكايات وروايات وأخبار وصراعات وحروب ومآسي وحاجات صعبة قوي. نشكر ربنا، نشكر ربنا كمان على انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس للجمهورية لفترة جديدة، وقيادته لهذه البلد القيادة المتزنة والقيادة الحكيمة والقيادة صاحبة الإنجازات والمشروعات العظيمة. وبيعجبني كتير لما بيقول إحنا بنبني دولة، فلما نبني دولة اللي يتمتع بيها كل الشعب، وده شيء أكثر من رائع الحقيقة، إن إحنا نعيش في دولة، دولة مش شبه دولة أو صورة دولة أو يعني شكل كده، لا دولة بكل المكونات بتاعها. وأنا عارف إن السيد الرئيس عنده أحلام وتطلعات كتيرة خالص، ولا يهدأ حتى في يوم الأجازة بتاعنا يوم الجمعة، بينزل ويفتقد ويشوف طرق ويسأل ويدور ويقابل ناس، فبيقدم صورة حلوة. ربنا يديله الصحة ويديله الفكر ويديله الحكمة في قيادة بلد كبير زي مصر. كمان بشكر المرشحين الثلاثة اللي اجتازوا هذه الانتخابات بوطنية، والحقيقة أنا اتقابلت وياهم كلهم واجتازوا لغاية نهايتها. وبرغم أنهم مترشحين قدام مرشح أظهر وعرفوا الشعب خلال 10 سنوات كرئيس للجمهورية، لكن هم اجتهدوا وحققوا نسب حتى وإن كانت محدودة، ولكن ده تعبير طيب عن وجود ديمقراطية بتتبنى قليلا قليلا على أرض مصر، وبنعيش فيها وبنشارك فيها وبنعرف حقوق المواطنة لكل إنسان. أنا بحيي مشاركتهم وبحيي إنهم استمروا في هذا التنافس إلى النهاية وحققوا نتائج، لكن ده بيدي صورة للمستقبل. كمان بنشكر ربنا على الصورة اللي حققت الأرقام الكبيرة في انتخاب السيد الرئيس، اقتربت من 90%، والحقيقة حاجة مبهرة، وحاجة مبهرة لنا كمصريين ومبهرة أيضا للعالم. وزي ما قلت في معرض بعض الأحاديث، إن لما يكون الرئيس رئيس أي دولة وراه شعبه بهذه النسب العالية، تبقى الشعب والرئيس والبلد تنال احترام العالم كله. لكن لما يبقى المسؤول تحقيقه للنسب محدودة
الشعب العالم كله هيبص له ازاي، ان علاقته مع الشعب مش هتكون طيبة. فاحنا الحقيقة مشاهد الايام الماضية مشاهد مفرحة، ويمكن من المرات الجميلة ان احنا كلنا كمصريين نفرح في الانتخابات، ونفرح بالمشاركة، ونفرح بنسب التصويت، ونفرح بالنجاح، ونفرح بكلنا شاركنا وكلنا عبرنا وكلنا بنساهم في إعلاء ولمعان صورة مصر في كل العالم. بنشكر الله نعمة جميلة خالص، وزي ما قلت لكم تزداد قيمة في وسط ما حولنا وما نسمعه من أخبار ومن حاجات مؤلمة ومتعبة، لكن نشكر الله بلدنا مستقرة. وده مش بنشكر الله ونقعد بقى من غير عمل أو خلاص أو خلصت الحكاية، لا، ده دي مسؤولية لعمل أكتر ولمستقبل أكتر. وإذا كنت هنا في الكنيسة زي ما أشار نيافت أنبا إنجيلوس حلم الأجيال، وده تعبير جميل طبعا، فهو من جيل إلى جيل الكنيسة بتاعتنا عايشة كده. هاخد من كلام سيدنا البابا عن أهمية الأمن القومي وشكرنا الدائم لله إن بلدنا هادية ومستقرة، ونشوف تقرير عن ما واجهه عبد الفتاح السيسي خلال 10 سنوات من خروقات للأمن القومي وتحديات ومكافحة للإرهاب و و و تعالوا نشوف التقرير ده. إعداد نرمين سمير وجاكلين سمير وتعليق صوتي نرمين سمير. واجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية ومعه أبناء الشعب المصري مخططات ومؤامرات قوى الشر والإرهاب بكل شجاعة، حتى عبروا بالوطن كل المخاطر، وجاءت قراراته الجريئة التي صبت في مصلحة الوطن الغالي. فاستطاعت مصر خلال 10 سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي إعادة الجبهة الداخلية لقوتها وصلابتها لتنعكس بشكل تلقائي على الجبهات الخارجية. البداية بالملف الأمني، حيث فشلت التنظيمات الإرهابية وداعموها في عرقلة عمليات التنمية لتتلقى ضربات موجعة واحدة تلو الأخرى لتعلن مصر القضاء على الإرهاب. كما أطلقت مصر العملية الشاملة سيناء والتي نجحت في تجفيف منابع كثيرة للإرهاب وأدت لتراجع الهجمات المتطرفة، فضلا عن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر في يناير 2020 بهدف حماية السواحل وإنشاء وحدة مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية لرفع الكفاءة القتالية للقوات المصرية. وكعادتها مصر تواجه الأزمات والمحن بكل قوة وإرادة وصبر وأمل، فقد اختار وفوض المصريون عبد الفتاح السيسي ليكون رئيسهم، وعادت مصر للمصريين. واليوم وبكل يقظة ووعي ما زلنا مستعدين ومتيقظين لكل من يحاول المساس بوطننا الغالي وسلامة أراضيه. كمان الاقتصاد باعتباره القاطرة الكبيرة الخطيرة في حياة الشعوب، وهو أول ما يهم المواطن في أي دولة. برضو تعالوا نشوف من 8/6/2014 منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كيف حاول أن ينهض باقتصاد هذا الوطن الكبير. تقرير إعداد نرمين سمير وجاكلين سمير وتعليق صوتي جورج وجدي. الملف الاقتصادي، منذ 8 يونيو عام 2014 سعت مصر لإعادة الوطن مرة أخرى للمسار الصحيح بتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام رئاسته، فأعاد مسار البناء والإصلاح بعد سنوات تراجع فيها كل شيء. فاستطاع الرئيس تغيير بلد بأكمله ونجح في إنهاء عصر الظلمة، وبدأ بالعمل على نهضة مصر الحديثة داخليا وخارجيا في كل المجالات الاقتصادية. فقام بالعديد من الإنجازات التي سجلها التاريخ، ومنها مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل الظهر، قناة السويس الجديدة، مشروعات الإسكان الاجتماعي،
مشروعات الإسكان المتوسط لكل محافظات، إطلاق برنامج تكافل وكرامة، المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، محطة عدلي منصورة التبادلية، مشروع المونوريل لربط 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، القطار الكهربي عدلي منصورة العاصمة الإدارية 10 من رمضان، القطار السريع بالعين السخنة العالمين، ترميم القطار الملكي، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة المصرية ERC للتكرير بمستورد محافظة القليوبية، مجمعات صوامع غلال للحفاظ على المخزون الاستراتيجي. المرحلة الأولى لمحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمدينة برج العرب الجديدة، افتتاح مطار البردويلة الدولي، مطار سفنكس الدولي، مطار العاصمة الإدارية الجديدة، مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرولوس، القمر الاصطناعي طيبة، مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس، المنطقة الاستثمارية ببنها، المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة، مصنع كيما لإنتاج الأسمدة بمحافظة أسوان، المرحلة الأولى من مزرعة توشكا، مجمع محطات بنبان للطاقة الشمسية، مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ. ومن هنا وبوضع خارطة تنمية متكاملة، غيرت المشروعات القومية العملاقة وجه مصر، وعملت على توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، كما استطاع السيد الرئيس أن يعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها، ونظم فعاليات عالمية على أرضها فنالت إشادات العالم أجمع. الحقيقة بشكر زميلي، لأنه أنا شخصيا وأنا قاعد بتفرج زيكم كده كمواطن بشعر بالفخر وأقول يا كل ده اتعمل. ده أنا قلت في بداية تولي الرئيس في أول ما تولى بعد 8 يونيو 2014، لو لم يفعل هذا الرجل سوى أن يخلصنا من الإرهاب الأسود اللي تجرعنا مررته، وإحنا كأقباط أكتر ناس شفنا هذا المر، يبقى كتر ألف خيره. فإذا بكل هذه الإنجازات، وكمان يمكن التقرير كانش فيه وقت إن هو يتكلم كمان عن محطات الكهرباء، كانش فيه وقت إنه يتكلم عن حقول زهر بتاعت الغاز وحقول البترول الجديدة اللي بيتم اكتشافها، وإن إحنا حققنا اكتفاء ذاتي من الغاز، ما كانش فيه وقت في حاجات تانية كتير اتعملت، تنويع مصادر السلاح اللي وصلنا ان محدش قادر يفتح بقه. احنا لو كنا 2013، مصد خطط اسرائيل دي خطط قديمة، فلو كنا بالضعف اللي سببه لنا الاخوان المسلمين المجرمين في 2013 وقبلها لما تمكنوا من مفاصل الحكم في مصر، وكانت اسرائيل بقى دي فرصتها زي ما كانت اثيوبيا دي فرصتها. محمد مرسي كان بيزور اثيوبيا وهو في الطياره، كتبوا في جرايدهم محمد مرسي مصر توافق على سد النهضه. فلو كانت اسرائيل استغلت هذه اللحظه وحاولت تهجم علينا لكان هينفعنا معاهده سلام، ولا كان، لان هم كانوا موافقين. البي كان بيقعد وراه خريطه ما فيهاش حلايب وشلاتين وما فيهاش حته من سينا. الحمد لله. طيب النهارده كان في اجتماع مهم جدا لمجلس الوزراء برئاسه طبعا دكتور مصطفى مدبولي بالعاصمه الاداريه، واستهل الاجتماع بتهنئه الرئيس على فوزه بالولايه الجديده وتجديد الشعب المصري ثقتهم فيه لقياده دفه الوطن. ووجه ايضا دكتور مصطفى مدبولي الشكر للشعب المصري اللي اثبت وعي وادراك قوي لضرورة المشاركة في هذا المشهد الانتخابي لمصلحة الوطن وأبنائه. واتخذ المجلس عدد من القرارات، تعالوا نشوف هذا المقطع وبعد كده أقول لكم على حاجة مهمة جدا، لأنه في موضوع حزمة التشجيع بتاع السياحة، وكان في النهاردة شاهد دكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقات نهائية لعملية اكتتاب على 7 فنادق تاريخية ليها تأثير كبير ثقافي وأثري، هيتم تطويرها من القطاع الخاص وتشغيلها بعد تطويرها.
احنا عندنا طبعا تعرفين عندنا كاتراكت بتاع اسوان ده فندق تاريخي، عندنا الفندق اللي هو في الهرم، الفندق الشهير ده مش فاكر اسمه ايه دلوقتي، ده مبنى مش غير مستغل يعني. ففي عندنا فنادق تاريخيه مهمه جدا جدا في اسكندريه كمان وغيرها. تعالوا نشوف المقطع ده ونرجع. اسمحوا لي ارحب بحضراتكم جميعا معانا النهارده. الحقيقه احنا يعني كنا حريصين كل الحرص ان احنا نعمل مؤتمر صحفي، يعني نقدر نقول وداعيين فيه كل وسائل الاعلام الدوليه والوطنيه للاعلان عن اتمام هذه الصفقه المهمه والخاصة بالشراكة ما بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق إيجوس وصندوق مصر السيادي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة في هذه الصفقة المهمة لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة جدا في مصر. والحقيقة يمكن هذا اللقاء يعني يعتبر اللقاء الثاني اللي بعقده مع وسائل الإعلام الدولية منذ ما أعلننا عن موضوع الطروحات، وإن الدولة المصرية بتعتزم من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة إن احنا يعني نتخارج كليا أو جزئيا من العديد من الأنشطة والقطاعات. وعايز أقول إن احنا الحقيقة منذ الإعلان عن هذا الموضوع والدولة المصرية بالرغم من كل الظروف اللي أكيد كل حضراتكم شايفينها، الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر، الظروف السياسية اللي ليها تأثير على الوضع الاقتصادي، أنا بتكلم هنا على الظروف الإقليمية والدولية اللي ليها تداعيات كبيرة جدا على الوضع الاقتصادي مش في مصر بس ولكن في العالم كله، ولكن كنا حريصين على تنفيذ ما تعهدنا به من خلال موضوع الطروحات وإشراك القطاع الخاص معانا في العديد من القطاعات. أنا عايز أقول منذ تم الإعلان عن هذه الطروحات وبدأنا فعلا في تنفيذها، إحنا حققنا النهاردة 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من عدد 14 شركة. يعني إحنا الحقيقة كنا تعهدنا بعدد من الشركات، إحنا الحمد لله النهاردة فعلا في هذه اللحظة إحنا أتممنا الصفقات اللي بحوالي 5.6 مليار دولار. الأهم ان احنا مع الظروف اللي بتحصل والمستجدات اللي بتحصل والتعقيدات واللي احنا كلنا اكيد متابعينها، كان حرصنا من خلال مجلس الوزراء ان احنا اولا يبقى هناك اطار مؤسسي بيحكم عملية الطروحات، وده تم من خلال انشاء وحدة الطروحات داخل مجلس الوزراء اللي تبقى مشرفة على عملية ادارة وتنسيق كل اعمال الطروحات اللي موجودة. وطبعا ده بيتم بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي وأيضا كل الجهات المالكة للشركات اللي احنا بنطرحها. لكن الأهم عشان نستفيد بالخبرات الدولية، احنا الحقيقة طبعا كان هناك تعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أو اللي هي معروفة بالآي اف سي، ودي ليها باع طويل جدا في هذا الموضوع، وتم التعاقد معاهم على ان هم يساعدونا في اتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات. يعني احنا خلصنا 14 شركة، النهاردة هم عملوا معانا دراسات اولية لخمسين شركة من الشركات التابعة للدولة. ويمكن امبارح يعني اعتقد حضراتكم تابعتوا كان هناك لقاء تم مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية الاي اف سي بنفسه كان موجود عشان نناقش الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة اللي هي هتستمر لغاية ديسمبر 24. كنت بكلمكم على مينا هاوس. مينا هاوس اللي ظهر في كتير من افلامنا في الستينات والخمسينات وبداية السبعينات، الفندق العظيم التراثي الراقي اللي متأرشف كده جوانا في احاسيسنا وفي عقلنا. عندنا كمان سيسل في اسكندرية، فندق مهم جدا في ميدان سعد زغلول. عندنا سان جوفاني اللي على البحر على طول في منطقة سان ستيفان وفي اسكندرية. عندنا كاتاراكت في اسوان. انا اعتقد ان هي دي وغيرها الفنادق اللي تم الاتفاق عليه. خدتوا بالكوا الدكتور مصطفى قال جملة مهمة جدا، احنا لما جينا قلنا الدولة هتبتدي توسع للقطاع الخاص وتخرج او تتخارج كليا او جزئيا من بعض الشركات والبنوك والفنادق والمصانع وشركات المواد الغذائية. 14 شركة خلال الفترة اللي فاتت خرجت منها الحكومة كليا أو جزئيا،
اعتقد ان ده يمكن خلال السنة اللي فاتت بس. عارفين جابت كام لمصر؟ 5.6 مليار دولار. ودي اهمية انشاء صندوق مصر السيادي لما كلمناكوا عليه اول ما بدأ ينشأ، وان ما عندوش بيروقراطية ولا عوائق ولا تعدد لجهات الولاية، وبيمشي الامور باسرع ما يكون. خلونا ناخد استاذ كمال ريان الكاتب الصحفي متخصص شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ كمال. يعني في راي حضرتك انه فكره التصريح اللي قاله الدكتور مصطفى عن 5.6 مليار دولار ل 14 شركه، ده كان على مدى كام سنه؟ السنه اللي فاتت بس ولا اكتر؟ لا ده طبعا على مدى السنه اللي فاتت، اللي هو بدء تنفيذ الحكومه لبرنامج الاطروحات اللي تم وثيقه مصر، صندوق مصر السيادي ووثيقه ملكيه الدوله. وثيقه سياسه ملكيه الدوله. الدوله بدات يعني كانت حددت الشركات اللي تطرح، وبالفعل تم طرح 14 شركه دي حصلتهم. النهارده رئيس الوزراء بيتكلم عن 50 شركه بيتم اعدادها حاليا بالتعاون مع المؤسسات الدوليه لطرحها على مدار العام الجديد ان شاء الله اللي هيبدا في يناير حتى ديسمبر 2024. ده هيعمل انتعاش كبير زي ما اشار دكتور مصطفى في الاحتياطي من النقد الاجنبي طبعا. خليني اسالك بقى على الاكتتاب بتاع السبع فنادق التاريخيه اللي انا خمنت ان منها كاتاراكت اسوان، سيسل وسان جوفاني اسكندريه، مينا هاوس في القاهره. انا اعتقد دي من الفنادق اللي ممكن يشار اليها على انها تراثيه يعني. بالتأكيد طبعا، يعني هي عندنا سلسلة فنادق الحقيقة سبع فنادق تاريخية في القاهرة والاسكندرية واسوان. بتكلم عن شتاينبرج سيسل الاسكندرية، بتكلم عن كاتاراكت اسوان. ايه ده بجد يعني؟ ده انا كنت عارف بقى ولا ايه؟ بتكلم عن موفن بيك اسوان، سوفيتيل وينتر بالاس، بتكلم عن ماريوت مينا هاوس، بنتكلم عن ماريوت عمر الخيام في الزمالك. دي سلسله فنادق الحياه سبع فنادق. انا بتهيألي ده متوقع ان هو يجيب عائد سياحي كبير قوي لمصر، ولا ايه رايك؟ بالتاكيد طبعا، ودي نقطه مهمه الحقيقه. يعني عمليه الطروحات مش بس هدفها الحقيقه، طبعا هو هدف مهم ان نزود حصيله العمله الاجنبيه، اكيد هتضخ وهتمثل ضخ موارد مهمه لزياده موارد البلاد من العمله الاجنبيه، او زياده الاحتياطي المصري من العمله الاجنبيه. ده هدف مهم، لكن ايضا في اهداف لا تقل اهميه، منها تطوير هذه الفنادق ادارتها بشكل على مستوى عالمي كمان. ادارتها طبعا على مستوى عالمي، وده طبعا هيدعم حركه السياحه المصري. ممكن يعمل لك استدامة بقى في النقد الأجنبي اللي داخل، مش مجرد انك بتبيع حتة او بتبيع جزء او كده. بشكرك جدا استاذ كمال ريان الكاتب الصحفي متخصص في شؤون مجلس الوزراء. واروح معاكم لمجلس الامن الدولي اللي قلنا في بداية الحلقة انه بيناقش التصويت، بس هو مجلس الامن الحقيقة بيؤجل التصويت على قرار غزة لغدا. ربما يكون ده في امل يعني انه ما حدش استخدم الفيتو وخلص الليله وقلب الترابيزه. في بعض الدبلوماسيين افادوا ان مجلس الامن اجل لغايه بكره الخميس التصويت على مشروع قرار يدعو لوقف الاعمال العدائيه في غزه للسماح بدخول المساعدات الانسانيه، واوضحوا ان المفاوضات ما زالت مستمره تحتاج لمزيد من الوقت. وأكدت واشنطن أنها لن تمرر أي مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن غزة لا يتضمن إدانة حماس، وأشارت في الوقت نفسه لجدية المناقشات بشأن هدنة إنسانية في القطاع والإفراج عن المحتجزين. دكتور أحمد العناني الباحث في العلاقات الدولية، مساء الخير يا فندم. ألو. مساء الخير. ألو مساء النور. يعني دكتور أحمد، هل في رأي حضرتك أنه التأجيل للغد ده بارقة أمل، أم أنه ضعف في القدرة على اتخاذ القرار في مجلس الأمن؟ هو للأسف الصوت يعني لو يعلى شوية. أنت مش سامعني؟ ها؟ هو أنا سامعك ولكن مش يعني تعليقك على تأجيل القرار بتاع مجلس الأمن للغد. يعني برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. بكل تأكيد ربما الولايات المتحدة الأمريكية تريد صياغة معينة من خلالها تضمن بقاء هذه الحرب، لأن هناك ضغوط، يمكن هذه الضغوط تأتي من المجموعة العربية
وتأتي من الدول الأوروبية اللي تغيرت موقفها تجاه حرب إسرائيل في قطاع غزة، ومن ثم هناك إصرار أوروبي عربي على إدخال المساعدات الإنسانية ترجم يمكن مشروع القرار بموافقة 153 دولة على ضرورة وقف إطلاق النار يعني ببعض الأمور اللي تتعلق بإدخال مساعدات إنسانية للقطاع والإفراج على كميات من المساعدات الإنسانية حتى يكون هناك الحقيقة إدخال لمساعدات إنسانية غزة. أمريكا مش هتمرر رغم أنها بتتحدث عن أنها عايزة توصل لموقف إنساني في غزة، لكن إدانة حماس هل حيمكن صياغة مشروع في إدانة حماس؟ وهل المجموعة العربية والإسلامية اللي مقدمة مشروع القرار هتوافق على إدانة حماس في مقابل تمرير المساعدات؟ يعني في البداية كما تفضلت حضرتك الموقف الأمريكي وموقف يريد إدخال المساعدات الإنسانية، ولكن يريد إدانة حماس ولا يريد إيقاف هذه الحرب دون القضاء على حماس، أو الحديث عن يعني جلوس على طاولة مفاوضات دولية برعاية بعض الدول الفاعلة في المنطقة لإعادة الصياغة داخل قطاع غزة، أن يعني يكون هناك إدارة للسلطة الفلسطينية للقضاء. كل هذه الأمور أعتقد أنه العالم بيسعى حاليا يعني وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية. إنما الحقيقة يعني كون أن يكون هذا الأمر مربوط بحماس من خلال بعض الدول العربية، أعتقد أنه هذا الأمر سابق لأوانه، لأنه الجميع يعني يتحدث عن إيقاف هذه الحرب وبالتالي إطلاق مفاوضات ويعني حديث مع بعض الدول الفاعلة على مستقبل قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد إدخال مساعدات إنسانية ويعني أن يكون هناك جهد في نفس الوقت مفهوم. يا فندم بشكرك دكتور أحمد العناني الباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا. أروح مع حضراتكم لبكرة، عندنا معرض مهم جدا جدا وعليهم جدا اسمه صنع في دمياط. انتوا عارفين انه احنا كان معانا معالي النائبة افيلين متى في التغطية بتاعت يوم اعلان النتيجة يوم الاثنين، وكانت تتحدث عن طفرة في صناعة الاساس والمصانع اللي حاصلة، واحنا عندنا دلوقتي بقى بكرة بينطلق معرض صنع في دمياط للاساس في دورته الجديدة بمشاركة 65 عارض من أصحاب مصانع الأساس في محافظة دمياط، وعارضين من مدينة دمياط، الغرفة التجارية بدمياط، اللجنة النقابية، جمعيات أهلية. بيفتح أبوابه للجمهور يوميا مجانا من 10 الصبح ل 10 بالليل، بيستمر حتى 30 ديسمبر، وده يعني ميعاد جيد جدا أن الواحد يفكر ويروح ويجي كذا مرة، والعريس يجيب العروسة ومامة العروسة تيجي تتفرج ومامة العريس تقول رأيها. يعني ان شاء الله يكون ده استكمال لجهود التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومحافظة دمياط لمساعدة اصحاب مشروعات الاساس والموبيليا على التوسع في تسويق منتجاتهم. حسام فهمي مراسل جريدة الدستور من دمياط، مساء الخير. مساء النور الصبحي، اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بيك. الله يخليك حضرتك يا رب. بصيت على المعرض ولا لسه؟ طبعا. ايه رايك؟ بص هقول لحضرتك على حاجه. قول. المعرض بكره افتتاح الدوره رقم 21 لمعرض صنع في دمياط. تمام. القصه انا حابب اتكلم عنها من البدايه شويه، ان محافظه دمياط هي محافظه صناعيه. ايوه. صناعيه من الدرجه الاولى، يعني تمام. كل الشباب في محافظه دمياط بيشتغلوا في مهن صناعه الاساس، بقول مهن وليس مهنه، ليه؟ لان صناعه الاساس بيدخل فيها كذا. طبعا مفهوم يا فندم. زي الايماجي والاستورجي طبعا يا فندم، مفهوم، وبتاع المرايات وبتاع الازاز وبتاع، طبعا مفهوم بالظبط. فكانت هناك ازمه اصابت الصناعه على مدار العشر سنين اللي فاتوا، وهي ان وجود انتاج كبير جدا من الغرف الاساس ومفيش اليات قويه للتسويق. النهارده المعرض ده زي ما قلت لحضرتك هو الدوره رقم 21 في معرض صنع في دمياط على مستوى محافظات الجمهوريه. كل معرض بيشارك فيه من 60 ل 65 عرض. لا ثانيه واحده، على مستوى محافظات الجمهوريه يعني انت تقصد ان الدورات اللي فاتت اتعملت في اماكن مختلفه؟ ايوه اتعمل منها في، مش في دمياط بس. لا ما بيتعملش، هو المشاركين او العارضين من محافظه دمياط.
كويس. لكن المعرض نفسه بيتعمل في القاهرة في مدينة نصر، اتعمل أكثر من حوالي 8 اتعمل أكثر من 8 أو 9 دورات في القاهرة، واتعمل في محافظات الصعيد، واتعمل في محافظات كمان على مستوى الشرقية وغيرها من المحافظات. طب خليني أسألك في نقطة محددة خاصة بالتطوير، أنا شايف الأساس اللي بيتعرض يعني على مستوى عالي جدا بالمعايير الدولية من الشياكة ومن المتانة ومن الأمان ومن الألوان والذوق الرفيع، إيه التطور اللي دخل على هؤلاء العارضين خلاهم يصلوا بإبداعاتهم للمستوى العالي ده؟ اتعمل مجموعة اجتماعات على مستوى الغرفة التجارية ومحافظة دمياط، وكان آخرها في مدينة رأس سكر بحضور وزير الصناعة والتجارة، والطلب بشكل واضح من العارضين او من الصناع الاساسي في محافظة دمياط ان احنا عايزين منتجات وعايزين غرف اساس تضاهي او تتماشى مع الموضة. انا محتاج اصنع غرف الناس تقبل عليها. هل في تصدير من هذا المعرض؟ من المعرض ده لا، ولكن في النهاردة الغرفة التجارية في عاملة نقطة اسمها نقطة التجارة العامة او نقطة التجارة الحرة، هي دي النهارده فتحة اليات تصدير لكل عارضين الاساس وصناع الاساس في محافظه دمياط. هايل، بشكرك جدا يا حسام. لما اجي معلش عاوز اضيف لحضرتك نقطه اخيره. اتفضل. ان انا لما اجي النهارده ابص على نتائج المعرض ده زي ما قلت لحضرتك 21 دوره، متوسط مبيعات كل دوره حوالي 20 مليون جنيه. فبالتالي الناتج اللي عندي النهارده في ال 20 دوره انا بعت او عرضت والسوق تداول كميات اساس بعشرات الملايين. ما خلاص نتكلم في 400 مليون كده، ده كلام عظيم يعني، وبيوت مفتوحة وزي ما انت تفضلت. بشكرك عشان ما عطلكش. حسام فهمي مراسل الدستور في دمياط كان معايا من دمياط. انت بتتكلم في ستورجي بيشتغل، بتتكلم في منجد، بتتكلم في نجار، بتتكلم في كل المهن الخاصة بالموبيليا، وشفتوا الشياكة وشفتوا الذوق وشفتوا تناسق الألوان. شخصيا منبهر، ولو في وقت لازم ازور، حتى لو انا مش عايز لازم ازور المعرض ده. يعني انا بدعوكم كلكم، كويس ان هو طلع انه بيتعمل عندنا في القاهره، بدعوكم كلكم لزياره هذا المعرض، ربما تلاقوا ان الاسعار ممكن تساعدكم ان انتم تغيروا بعض الحجرات اللي محتاجه عندكم، ولو ان الدنيا اسعارها بقت صعبه قوي. لكن انا ما اعرفش اسعار المعرض ده ايه الحقيقه. النهارده كنت في مكان في مول كده، ولا هقول اسمه ولا هقول اسم المحل، فببص كده على بليزر كده شكله لطيف، فالراجل قال لي تحب اساعد حضرتك؟ فقلت له لا، انا بتاكد ان انا شايف يعني بعرف اشوف كويس. هو انتوا بتتكلموا جد ب 12000 جنيه جاكيته؟ فراح قال لي اي يا فندم. قلت له لا، انا اتاكدت ان انا بشوف كويس، بس مش عايز اشوفكوا، عايز اشوف حاجات ارخص. مش معقول يعني، الدنيا وصلت لمستويات غير مسبوقة. اللي عنده أوضة النهاردة ولا عنده بدلة فرح ولا عنده لبس كاجوال ولا عنده جزمة كويسة يحمد ربنا يبوس إيده وشه وظهره على الأسعار واللي بيجرى فيه. طيب خلونا نشوف تقرير عن ذكرى إعلان الأمم المتحدة لليوم العالمي للتضامن الإنساني. إعداد وتعليق صوتي نرمين هارون. أحط سؤال من عندي، أين التضامن الإنساني مع ما يحدث في غزة؟ تفضلوا. يوم يهدف إلى تعزيز ثقافة التعاون والمساواة والعدالة الاجتماعية بين الشعوب والبلدان في العالم هو اليوم العالمي للتضامن الإنساني، يوم 20 ديسمبر. في فبراير عام 2003 أنشأت الجمعية العامة صندوق التضامن العالمي بوصفه صندوقا استئمانيا تابعا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف للقضاء على الفقر وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية في البلدان النامية، ولا سيما بين القطاعات الأكثر فقرا من سكانها. يعود تاريخه إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاجن في عام 1995 باعتباره حتمية أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية للبشرية. اتفقت فيه الحكومات على القضاء على الفقر. يرمي الاحتفال إلى تشجيع النقاش بشأن تعزيز التضامن لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والتي تشمل القضاء على الفقر
والعمل على تشجيع مبادرات جديدة. يحتفل باليوم العالمي للتضامن عن طريق تقديم التبرعات والمساعدات والخدمات الطوعية للمنظمات والمجتمعات والأفراد الذين يعانون من الفقر والمرض والنزاعات والكوارث، وللتعبير عن التضامن مع الشعوب والبلدان التي تواجه تحديات وصعوبات وظلما على الصعيد العالمي، وأيضا الترويج للحوار والتفاهم والتسامح والسلام بين الثقافات والأديان والأجناس والأجيال. يوم للاحتفاء بالوحدة في إطار التنوع، لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزاماتها في الاتفاقات الدولية، ولرفع مستوى الوعي العام بأهمية التضامن، ولتشجيع النقاش بشأن تعزيز التضامن لتحقيق الأهداف الإنمائية، وللعمل على تشجيع مبادرات جديدة للقضاء على الفقر. فما أحوج عالمنا هذا للتضامن الإنساني.